شاشة كورة وماذا جاء فيها. ليالي خبريهم هو يا هو اني قلبي ما يبيهم هو يا هو يا ليالي يا ليالي هو يا هو والله والمينا غالي هو يا هو. هاي احبها يعني. طلعت كابو يا كابو مدرج ما ادري بي يا كابو ايش مسوي فينا قبل لا يوقع شغله. بس انا اقول لك مصطفى طلع له شغلات حلوه شغله طلع لنا والله هاي اللي لقيته عشان قلت اعذروني لا عاش سيدك. لا فتره الميناء والله هاي هزوجه كانت كلش احلى هي مال الميناء. بس عندك خيارين اي لو اغني لك وغير قابلات للتنازل لو تعيد لي اياها بصوت حلو. وين صوت حلو؟ وين صوت اسمعني هسه بعد رابطك الخيار الثاني ولد معيديني ايه لو تقرا لنا شعر حلو. ما اعرف شعر اصلا تعال ما اعرف لك الشعر اللي قاريه لا تخلينا شعر همين انه قاري ترى دير بالك شو يقول لك. شوف شلون طيحت لك اياها عاشت ايدك شلون لك وحدين والله الحمد لله وشكرا كانت تجربة كلش مميزة بصراحة بالنسبة لي يعني من أفضل الموسمين اللي قضيتها بالميناء يعني مع المدرب تيتا تحياتنا له كان مدرب مميز وأبسط التفاصيل اللي يركز بيها يعني مال أمور تغذية أمور لياقة أمور بدنية أمور قاع صالة حديد هاي الأمور كلها بحيث حتى فترة من فترات قبل كورونا صدرنا تقريبا 6 جولات 7 جولات احنا مصدرين والدوري بوقتها لغة. اريد اسالك سؤال مال واحد عايش سنتين مع الميناء زين منو السر بهبوط الميناء لدوري الدرجه الاولى؟ السر أيه. واضح الاداره الاداره 100% الاداره اللي قبل اداره كابتن عادل. انا طبعا ما اعرف الاداره منه بس ادري يمكن كابتن عادل لان يعني هو اللي خابرني نعم. يعني كان عندي مبالغ يمهم وهاي وفوا لي اياها الحمد لله وشكرا. الاداره هي السبب بهبوط النادي. الاداره السابقه 100% ما عدا كابتن جليل لان يعني كابتن جليل كان حريص بصراحه يعني ما ادري بس كان حريص انه ما ينزل الفريق. بس الباقين قاموا يسوون امور يعني بوقت كابتن عادل ناصر كان مدرب الفريق بعدوه احمد رحيم استلمهم بعدوه وجابوا مدربين يعني حتى احنا طلعنا تقريبا 7 لاعبين 8 لاعبين طلعنا. طيب المستطيل الاسود مع مصطفى محمود. مصطفى عندك دعم.